كل واحد على بيته يلا فضوا الطرقات على بيوتكم عم نحميكم من الفيروس لصالحكم روحوا على بيوتكم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وين عم تتسكعي لهلأ يا مدام؟ رح نموت من الجوع والأولاد جوا عم يستنوكي من ساعتين. والله واقفة على دور السوبر ماركت ساعة كاملة، كانت واقفة وراي جارتنا أم صبحي، قال جوزة حول من بيع القماش للمعقمات والكريم قال له هات، شو رأيك أحسن مو قاعد نعملنا هيك مشروع بيع ذهباتي وراس مال محلك؟ كم مرة قلتلك بالشغل ما تتدخلي، قصة ما بتفهمي فيها، الدنيا سكرت وحظر تجول، من وين بدنا نجيب المعقمات؟ أسرق؟ أقتل لأجيب لكم مصاري؟ شو ما عملت ماني خالص، وفوقها بتعايريني بجارنا النصاب، لك يلعن الساعة اللي اتجوزت فيها، الله يسامحك يا أمي. والله ما عم عايرك ولا قصدي ضايقك يا عبد القهار، طول بالك الله يرضى عليك، خلينا عم نفكر مع بعض. مو ليكون عندك عقل لتفكري، انت شغلتك تطبخي وتنظفي وتسمعي كلامي وبس، ما حدا طلب رأيك يا كلبي. 10 سنين صار لي بعلف فيكي وبولادك، تيجي هلا تتفهمني على سماي وتقولي لي شو خرج اعمل؟ لك اخرسي. ما تجو يا ماما ما تجو. لك دخلت. فرجيني لشوف شو بدك تعملي. لك حتى الشرطة ما فاضيت لك هلا وما حدا سامعك ولا حدا رح يخلصك من ايدي. عيطي لشوف عملي فضيحة. علي صوتك كمان كمان. لك اتركني يا مجرم. اتركني انا ما دخلني بقعدتك بالبيت. انا ما دخلني بخسارتك للشغل. خلي امك تنفعك، لك حتى تروحي تحرجي عند اهلي ويرجعوا لي اياكي بعد يومين، ما لها متاحه. يا امي دخيلك يا امي. ما عاد تفهم بقى وتنضبي مثل كل هالنسوان. لك اتركني يا مجرم، اتركني انا ما دخلني بقعدتك بالبيت. طلع من البيت ما في.